خلتني اشعر بانه قريب حنتوحد بهويه واحده سودانيه. زي ما بدينا في كوش. لكن بجد المساله بقت معقده ومحيره. مجرد بس ما الانجليز طلعوا من سوداننا قام طارونا ليك في كيمان. شو شيوخ عمر نظار وزعماء قبائل وأسياد وأفندية دقورة أمورك يا أخي تمام الله الحمد لله يا أها بعد ذلك ظهرت الشعارات شعارات عجيبة وحدة وادي النيل السودان للسودانيين الاتحاديين وفي هتفوا وقالوا عاش البريطانيين وعدلوا عاش السودان وحكام السودان والانجليز عاش السودان تحت وصاية صاحب الجلالة الملك جورج الخامس ملك بريطانيا العظمى والهند والسند السودان الانجليزي حليان المصلوب في المكان حليان الفايت الزمان حليان لا باشا لا بيت لا أفندي حليان الفاقد الاتجاه حليل القلب يشوى حليل البيت القوى حليل العطيب لها دوى وكزمة ما عاشها من هوى سقف العصاريف واكر جاي الخريف يا حليلي فارقت اختي وشوق اخوك يا حليلي مسك اليوم باليوم حليلي انا المدر دكت في الميري حليلي انا ما مسكت الماهيه شهري حليلي انا ما قريت وبقيت افندي يا حليلي يا حليلي 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 يا طير الهجرة يا طائر
يا طير الهجرة يا طائر، يا طير الهجرة يا طائر، يا طير وجهته بلادي، خذني بالله أنا على أهب، قصت أقدار أجنحتي وأنا في زاوية أتوسد أمتعتي، يلحصر الظل فأمضي إلى الظل الآخر، لكن الطير مضى عني، لم يفهم ما كنت أغني. هذا أنا وقبل عامين كنت، وبعد 1000 عام أكون هذا عصير الشمس فوق جبهتي، لن تسلخ كساء أمتي، هذا الكساء دمعتي. الآن أستطيع أن أراه، الآن أستطيع أن أراه، غصعة من الحليب، زهرة تعيش موسم اللقاح، تموت إذ يدركها الصباح. زهرة تعيش موسم اللقاح، تموت إذ يدركها الصباح. يا وطني سلمت لي، فلنسافر إلى بلاد الحكايات المنسية، علنا نجد أصحابنا الذين نساهم الزمان والمكان والخلان والشجر، فلنحلق على بساط الريح أو ننتعل مراكبنا. لا يهم السفر على الدواب أو نحلق مع الطيور. لا يهم، فلنسافر ناس الكمبو، ناس الكرتون، ناس الخيران، ناس الكرتون، الناس الدافرة، الناس المصاقرة الهم، الناس الكاسة لحتة أرض سكنوا ملاز لفدانة عشبانة تخدروا، الناس الضحكة وشوشة باقي قلوبة، الناس الصاحية همومة ونايمة أحلامة، الناس الراجلة فندية واقف السند الحيل، راجل أفندية واقف السند الحيل، راجل أفندية واقف السند الحيل، راجل أفندية واقف السند الحيل.
أفندي. يا خليل أفندي، صحيح كلام قاله مستر ماك مايكل؟ صحيح يخلوا البلد دي للشيوخ والعمد؟ فعلا يا والأفندية، الأفندية وين دورهم؟ كلام سباكي معقول ومقبول، إن شؤون القبائل والقرى تبقى بين المشايخ والعمد، لكن أنت سمعت مستر جاكسون مستر جاكسون؟ وقال شنو المصنوع ده؟ بعد الكلام الهمشي والأفندية تاني عنده كلام؟ يا وهب أفندي، مستر جاكسون قال السودانيين ديل عبارة عن أطفال كيكس آن ويلستيكينس. هم الحواجات دي نسوا إنه زي والله ستيكينس فوريفر زي القروب أبسون أغلت. عارف يا خليل أفندي، الأفندية دول بيقوا زي المزارعين الضاق والمرة، بعد الجبايات هجم عليهم جراد. الأفندية بيقوا بين نارين، بين جمر الطوائف ولهيب الحكومة. طيب ما يشدوا الحيل ويبقوا طبقة زي الهنود أو المصريين، طبقة أفندية. كانوا طرحوا على الحكومة شروط. فعلا كان وفروا على روحهم بدل الموقف البايخ اللي بيقوا فيه ده، متنازعين بين جراد الطوائف وجراد الحكومة. عارف يا خليل أفندي، الأفندية مختلفة. حضرة الأفندي، حضرة الأفندي جايز عندك؟ يا حضرة الأفندي جايز عندك؟ جايز عندك يا حضرة الأفندي؟ يا حضرة الأفندي احنا ماشيين لا من حفينا. يا حضرة الأفندي، يا حضرة الأفندي، عين يدينا ديل بيقن خشنات كيف يتشققت وشقوق رمي فيها صار الليل. السحلي والعنكبوت أجيلي وجاء. جايز عندك يا حضرة الأفندي؟ الجراد ماله الجراد؟ جمعنا وجمح مزارعنا. يا حضرة الأفندي، اليوم المال فيه سمج بقينا بحلق في السماء زي الهنابيل. يا حضرة الأفندي، ما فضل الله بعدك للزراعة هل يلين فيني ويأكل بلاد اللخدر؟ ما فضل الله يا حضرة الأفندي غير يشرب من دموعنا، ما قبل وين يا ناس. يا حضرة الأفندي حضرة الأفندي، الجراد كمل علينا منذ الصيف والشتاء. الجراد جمعنا يا حضرة الأفندي، عطقمنا الصبق الخضراء. يا عايز عندك يا حضرة الأفندي الجراد؟ الجراد يا حضرة الأفندي، الجراد أكل عيش النمي اللي في جحوره ورق قرارية المدارس. أكل صبق الحنة، حنة العرس من حمرة دمنا. قاتلوا الجراد. ولا عايزينهم يدوكم جباية جديدة. قتلوا انتوا ساكتين، قتلوا يا جمزة أهلية السجن. هاي شنو ده؟ الجراد ده بنتو خطاير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خان والله العظيم ده عايز جيش عشان نحاربه. قتلوا انتوا ساكتين، نلقاها منكم ولا من الجراد. حكومة بريطانيا حيكون عندها عجز في الميزانية. عجز الجراد. قتلوا انتوا ساكتين يا مزارعية السجم.
ملعون الجراد. الجراد سكن مزارعنا. الجراد دخل بين صفق الشدر. الجراد دخل بين البذر وقشرته. الجراد دخل بين المرأة وراجلة. يا اخوانا انا قلت كده. ايوه قلت كده يا اخوانا. يا اخوانا اجيبه يا اخوانا. انا اصلا جبت ارجيك جبت الجراد. ملعون الجراد. امس اصله مرتي دخلت يدها في فستان. افتكرتها عايزه تطلع لها ترش احمر ولا من ليه محمد. جراده جراده الساعه طلعت لها جراده. يا اخوانا يا اخوانا الجراد لقى سكن ونحن ما لازم جحر. مليون بين مربع ونيات وديش اليوم نعم وكمان خور وكمان فولة ومحل ما نحكي الجمار ما لازم جي وشربة. يا اخوانا أجروا صاحبكم طلع بتاع شربة. شربة هاي أنا أقول له هاي هاي أنا ما قاعد الشربة. أنا قاعد الشربة. عربنا قاعد الشربة يا عربنا. يا أخوانا أنتوا بتعرفوني. يا أخوانا أنا ما بتاع شربة والله العظيم ما بتاع شربة. يا أخوانا أنا ما بتاع شربة والله العظيم. هاي هيا العفو يا أخوي. هم أصلا جايلين لك بتاع شربة. جايلين لك بتاع شربة. يا والله أنا بتاع شربة. يا أخوانا والله العظيم أنا بتاع شربة. أنا بتاع شربة يا أخوانا والله ما بتاع شربة. أنا ما بتاع شربة. أنا ما بتاع شربة. أنا بتاع شربة. أنا سجن خصمين. تفضل حرمتني لا تفضل بلا لا عبد عزيز الليلة الليلة نورنا. طيب شرف يا شرف قوية نجي ولا يا حلم يا تحت الأندية. انتوا ما صار جيب الشربة يا اخي. تفضل تفضل تديني انا تديني والضيف قاعد امشي الافندي ده. تفضل يا جاهز مننا. انا احرجكم نبيس تغليدي. انت بتعجبه وبتاع سفر وبالشر يس بيزين جلو الشعب الحكومة.
يا حي يا الله. هل ما في قلبه محبة؟ ما عنده الحبة محبة. أنا المحبة 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 المحبة. الناس العايشة اللي روحها لا بتريد ولا بتحس ولا بتتحبة. بدي سراب بدي سراب. على العلن على العلن أي ذكر الله وحي غيوب. اغلي خمر المحبه الصافيه داني ودايم وانا طول الدهر سكران وصاح سكران. انا سكران سكران وصاح سكران وصاح سكران وصاح سكران وصاح سكران 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 وصاح سكران سكران وصاح سكران وصاح سكران وصاح. بك زيكم سكران بخمر هواكم العكرانة. وانا طول عمري طول عمري سكران بخمر الغاب ذكر الله وحي غيوب. سكران بخمر الغاب ذكر الله وحي غيوب ذكر الله وحي غيوب ذكر الله وحي غيوب. قلت له الشرب زيد زيد ما كثري. يس 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 شن ده من القال يا زلمه. يا ولد انت الكلام بيقول رجله ده منه انت ما عرفته ده من الحنون. ده الحنون يا ولد الحنون. ايوه الحنون ما بنعدني انت يا ولد ما بنعدني حنون يا حنون اجيب يا حنون. ما دولي يا حنون ما دولي يا حنون يا حنون يا حنون يا دولي 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 يا حنون. أيها الشاعر المتجول توقف شاعر من الأحلام. سافرت لبلاد كثيرة اتربيت على دق الطبول ورقصت على نهر جوبا شامس حكايات زهرة مريض وطنبرة شربت الكونيو مورو في اندايات رجال ما في وفي قلبي تمتن احلام امونا كابوس ويا ويا نيلا ليك لان دابو دي باشا ويا ليك لان دابو دي باشا كبير
قبل سيكا بتاع ناسي تمزاق علي ما في زول بفوتوا من هنا وين زول بفوتوا من هنا كبر هاي تمزاق ده تمزاق ده كبير قبل سيكا بتاع ناسي وكل غزالة وكل غنماية كبروا هاي تمزاق ده قبل سيكا بتاع ناسي شوفها صغار شوفها صغار بتاع مدرسة سابوا كلام زهور سابوا كلام هو مزهور بتاني ده كله بسبب الكلام بتاع تمساده هاي تمساده عزب الناس عزب تمساد كبير قبل سكه بتاع الناس مرات برقد في نجيره بتاني بتاع اليوم بتاعه وين حاجه خاصه المويه هاي تمساده عزب الناس عزب اللهم نافلين كلهم جابوا جون جابوا دينك جابوا الناس كله قالوا ما في دول بخلينا من تمساده الا فندي يا هو الناس كله ما تشيش انا فندي يا عبد الله الفندي 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 عبد الله الفندي عبد الله الفندي في عبد الله الفندي ومال التمساح اكل غنمنا وكمل اكلنا وحافظ على يدنا عشان نشتري جبخان. كل يوم انا بتجمل قروش عشان ادي افندي افندي بالسوق اشتري القواعد هاي بيشتري القواعد بمشي البحر بضرب رصاص جوا البحر تمساح بخد جوا المويه هاي تمساح ده بخد جوا المويه افندي بقعد ساعتين افندي بقعد تعبان افندي بفوت لحد ما التمساح بقى كبير هاي تمساح بقى كبير وافندي ذاته بقى كبير تمساح بقى كبير وافندي بقى كبير هاي وانين ادل انين ادل بقينا صغار Oh, my God.
يا جماعة شليل ده جوانا أبداً ما راح. أنا لو سألتكم صحيح علي عبد اللطيف الشاكل مع نفس الاتحاد؟ ما هو أنت يا من؟ قال هو ما معه. وانا احنا ذاتنا اصلا دارين نعرف هو الاتحاد ده بين اولاد البلد ولا اتحاد مع مصر؟ ردوا. ردوا. عاملين ليه فيها عارفين؟ ردوا. الحاجه المتاكد منها انه البيت حاجه لمين كان سايب وهو طاقه وطنيه اسس معنا توفيق صالح جبريل والامين علي مدني وكشة وخلف الله خالد وخالي الفرح القاسم على ده اسسوا الاتحاد. ايوه ايوه سامي هالاتحاد ده ذاته بيعني شنو؟ هالاتحاد مع مصير كان كده مفترض في الاول يتم من القبائل السودانيه وخالي الفرح وعلي عبد اللطيف هو كان في مدني وكان صاحب البيت حق الليمن وكان طوال بيتناقش معه في قضايا الاتحاد والوطن وبيوت شديد وكان شايف ان الجماعه دول حذرين جدا ولابد من انه يعمل عمل مصادم اتفق مع البيت حق الليمن وكون اللواء الابيض. ايوه صح ايوه وسليمان كشة رفض الانضمام لجمعيه اللواء الابيض لانه كان بيفتكر علي من الزرقه منو النسب ما كلنا يا مدريد يا ممتين يا ابن الزرقه ولا خضره ولا حمره ولا جمره في النهايه كلنا سودانيين. قلبنا حنين وقلبنا حنين سودانيين وقلبنا حنين انا قلبنا حنين قلبنا حنين قلبنا حنين قلبنا حنين قلبنا حنين انا قلبنا حنين قلبنا وحنين وحنين حنين من البحر غريب ولدنا بلدي غريب فرحانين ايه فرحانين اركزوا تحت الدك قدام جريد النخل فوق له غصن الليمون فوق ليها الغيمات واقلي يا السماء 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 الزرق الرحيم فرحانين فين كلهم صربوا لون إغاع إغاع ناس ويا ألا ألا وقال إجاب إذا أتناي أبيو تجواني ويا ألا تلغناي تلغناي شهد ليلو شهد ليلو وقام على حاله وجر ورادو وجر ورادو ومنع عدادو جر ورادو ومنع عدادو ومنع عدادو حلوين الناس حلوين اخوان صفر وحمر وخضر وخاتمين لونين الوان زي زهور جلاب الدنيا زي زهور جلاب الدنيا ها زي زهور جلاب الدنيا شايفيننا 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 زي زهور جلاب الدنيا زي زهور جلاب الدنيا كلهم كلهم سودانيين كلهم سودانيين حمر صفر وخضر وحمر وخضر وصفر وحمر وخضر وكلنا سودانيين وكلنا سودانيين وكلنا سودانيين وكلنا سودانيين من بكرة أنشروا آراء وأهداف الجمعية واهتفوا فليحيا الوطن ما في فرق بين عربي ولا جنوبي كلنا سوداني وليحيا الوطن وليحيا الوطن وليحيا الوطن وليحيا الوطن وليحيا الوطن فليحيا الوطن فليحيا الوطن فليحيا الوطن على أي فرد جمعية على أي إنجليزي تقابل أي إنجليزي تقول له رايك في وشه هاي اسمعوا هنا الانجليزي خلوني حمير
لو نحن رجال واولاد رجال خلونا نركب الانجليز حمير. ايوه يخلعوني. ايوه نموت نحن ويعيشوا عيالنا حياه كريمه ومستقره. هيا شاركوا في المظاهرات وعلى اصحابه. فليحيا الوطن. فليحيا الوطن. فليحيا الوطن. فليحيا الوطن. شاركوا رجال ونساء واهتفوا فليحيا الوطن. 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 شفتوا هذا البلد العامل فيها خواجة؟ شفتوا كتب شنو؟ يسمح لهم بقيادة الرأي العام
أو التعبير عنه. الكلام ده هو قسم الناس لأسر ولقبائل ولإثنيات، وكل مجموعة من الناس ديل بقى عندهم شيخ. ديل الناس عندهم حق في إنه يتكلموا عن البلد دي. كلام عجيب يا أخي. أولاد الحسب والنسب لهم الحق في الكلام عن البلد. أولاد الناس لهم الحق في الكلام عن البلد. أولاد المصارين البيوت والملونة لهم الحق في الكلام عن البلد. وغيره لا. وتقول لي نتوحد؟ It is a dream. ده كلام غلط، كلام طرب ساي. يا فندية الناس شغالة، وكل مجموعة عملت لها جمعية ومدرسة. أولاد مدني وأولاد بروف وأولاد المورد. لا 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 لا، حكاية أولاد المورد دي حكاية عجيبة. معقول ناس تأسس وناس تقلع؟ إكزاتلي. أولاد عدلي أسسوها، ناس الحشماب قلعوا. دول قالوا الأدب أفريقي وقومي، دول قالوا الأدب عربي. فتشوا عن القومية السودانية النبيلة، عربية ولا إفريقية؟ ما هو ده اللي بيخلي الناس تنقسم كمان. الناس شرقت وناس غربت، ناس قالت غاندي وقالوا نهرو والفابيين والاشتراكيين ومحمد عبده وهيتس وماركيز وروستوف. عارفين الشباب ديل بحثوا في الجديد والقديم، نادوا بأدب قومي وفنون سودانية قومية، أقاموا ندوات ودبدوا مقالات وعرضوا المسرحيات. وبمناسبة المسرحيات قال لك الأستاذ عبد الحليم علي طه الأفندي مش هو في بخت الرضا؟ نعم هو في بخت الرضا. عارفين الناس الفاتين الناس مسافة، في كل مناسبة رواية وفي كل حصة مسرحية. إكزاكتلي. والمسرحية كان موضوع شنو؟ ألف مسرحية سماها السودان سنة 2000. بيقول لك الناس تعيش في بحبوحة من العيش الهني الرغي، بيأكلوا في أفخم المطاعم المالية البلد، والموسيقى من حوله، وبيقدموا الوجبات بطريقة أجمل من طريقة علي الزيبق. Can I help you? Yes, yes. Coffee without sugar. Thank you. المهم في الموضوع بتاع المسرحية، الناس متوحدين. ده في سنة 2000. سنة 2000؟ أيوة في سنة 2000. عايشين في جنة. لما هم البلد الواسعة متوحدين. سنة 2000؟ أسمعوا كلامي ده وتبطلوا تحلموا. خليكم في سنة 40. أخليكم ده كله عبارة عن أضغاط. سنة 2000 يا ناس، سنة 2000 وهسوا واحد، وكله بحسن التخيل. هل كان زمان خيال بقى حقيقة، والحقيقة في الزمن الجاي بتبقى خيال، وكله بحسن التخيل. تجلى لي لعيني كما لي صورة المرآة تجلو، تجلاني لعيني كما لي صورة المرآة تجلو.
تجلاني فجلاني لعيني. يا أفندية يا أفندية يا أفندية يا أفندية يا أفندية، مليون ألف مرة مليون ألف مرة يا أفندية بتكلم معكم بقول لكم مين ده خيال فنانين يا أخي، خيال فنانين. وانت خليتنا نحلم ولا نتخيل أصلاً؟ يا جماعة الأفندية ما يتوحدوا الليلة عشان نعيش حلم بكرة يا أخي. فعلاً الأفندية لازم يتوحد عشان نعيش حلم بكرة. حلم الأفندية ده مستحيل يتحقق الليلة. حلم الأفندية مستحيل يتحقق الليلة. مستحيل يتحقق الليلة. مستحيل يتحقق الليلة. حلم الأفندية مستحيل يتحقق الليلة. مستحيل يتحقق الليلة. مستحيل يتحقق الليلة. يا أخي البلد دي تقول فيها نفخ نار وتقول فيها غضب والدين، كل ما نتلملم نتفرتك في سوالف. ونحن غير الأفندية ما في سؤال بوحدنا. مش في أفندية يا أفندية. أفندية دي يعني شنو؟ أفندية 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 هو لغب للإحترام لموظفين الحكومة الصغار. يا أخي وجاهنا من وين كلمة أفندية؟ يونانية لزقت في الأتراك. محمد علي باشا كان بيديها للموظفين الأصغر من باشا وبك، يعني دلع لصغار الموظفين. والله كلام. وإحنا الأول اللي عودة فينا الشعب التحت. الصابرين في كل زمان ومكان. الشعب من حكمة ربنا المتوحدين بالكوارث. الشعب والمستحملين كل تجارب الحكومات المجغمسه.